يقول الحق سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. نسق القرآن نسق عجيب. أنتم تذكرون أنه تكلم عن الصيام، وبعد ذلك تكلم عن الحج، وجعل الأهلة مواقيت للناس، ورمضان شهوره قبل أشهر الحج، فيبقى أمر طبيعي. وأمر آخر يستدعي أن يتكلم في الحج، وهو أن الكلام في أصل القتال في الأشهر الحرم وعند الحرم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى. وفي آية لي يسألونك عن الأهلة جعلها مواقيت للناس وخص الحجة، يبقى إذن الكلام عن الحجة كلام سياقي طبيعي. كلام حين يقول الله: وأتم الحج والعمرة، نفهم منها إيه؟ لا تأمر بإتمام الشيء إلا إذا كان الشيء قد حق أن تفعله. وبعدين يقول لك أتمه، مش بداية مشروعية، لا ده بقول لك أتم الحج. فكأنك بصدد أنك بدأت فيه، وبدأت فيه بتشريع، ويريد منك مش أنت حج أن تتمه، تجعله تاما مستوفيا لكل مطلوبات المشرع فيه. هنا ساعة يقول: وأتم الحج والعمرة، لقائل أن يقول الحج شيء والعمرة بدليل أنه عطفها عليه. احنا نعلم أن العطف يقتضي إيه؟ المغايرة، يقتضي ويقتضي مشاركة، يقتضي مغايرة ويقتضي مشاركة. إذا قلت مثلا جاء زيد وعمر، يبقى فيه مغايرة زيد غير عام، إنما في حاجة اجتمعوا فيها ولا لا؟ وهو المجيء. يبقى العطف يقتضي إيه؟ مشاركة وإيه؟ ومغايرة. فإن وجدت مشاركة ولم توجد مغايرة ما ينفعش العطف، إن وجدت مغايرة ولا توجد لم توجد مشاركة ما ينفعش الإيه؟ ما ينفعش العطف. يبقى لازم يوجد إيه؟ مشاركة وإيه؟ ومغايرة. أتم الحج والعمرة، نقول له طيب إيه المشاركة في الاثنين؟ أن هذا نسك وذلك نسك، مش كده؟ طيب دي المشاركة، والمغايرة إيه؟ إن ده له زمن مخصوص ودي ملهاش زمن، وإن دي مشروط فيها وقفة بعرفة وده مش مشروط فيها وقفة بعرفة. يبقى إذن المسألة اقتضت إيه؟ مغايرة ومشاركة. لكن حينما قال الحق سبحانه وتعالى في المشروعية، قال: ولله على الناس إيه؟ ما جابش حكاية الإيه؟ العمرة. مع أن هنا الحج هيبقى شيء والعمرة شيء، واللي ربنا علينا إيه؟ حج البيت. حج الإيه؟ حج البيت. طيب عال حج البيت، نقول له طيب ما هو القرآن لابد أن يؤخذ القرآن كله مع بعض، تجيب كل الآيات التي تتعلق بالموضوع. فحين يقول الحق في قرآنه أيضا: وأتم الحج والعمرة لله، نقول العمرة جاية هنا غير الحج صحيح، لكن حين تقرأ قول الله في سورة براءة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، عرفت ان في حج تاني بس صغير، عرفت ان في ايه؟ حج تاني. ما دام يقول الحج الاكبر يبقى فيه ايه؟ زي ما تقول للواحد اخوك الاكبر كلمني، يبقى فيه كبير مش كده؟ وفي اكبر. يبقى اذا ما دام قال الحج وقيده بالاكبر، يبقى فيه حج قول كبير، بلاش اصغر دي كبير وعريض. ليه رحت الصغير دي؟ عندك مرحله واسعه برضو تخليها يعني كبير برضو. كويس كده. يبقى اذا فهمنا، ولذلك الايه في قوله: ولله على الناس حج البيت، جاب البيت وهو القدر المشترك في الحج والعمره. مع أن النبي قال الحج عرفة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ حج عرفة.
لكن في الحيثية التعليلية هناك في الأمر ولله على الناس حج الإيه؟ طب ما كان يجيب الخصوصية، كان يجيب لو أنه يريد الحج المزمون بزمن ومكان هو عرفه كان يجيب الإيه، لكن هو جاب الخصوصية عرفه. النبي قال الحج إيه، لكن هو جاب القدر الإيه المشترك، القدر المشترك. يبقى كلمة ولله على الناس حج البيت يعني القصد إلى معظم هو البيت، فإن كان في زمن مخصوص هو الأشهر يبقى ده الحج الإيه الأكبر، وإن كان في زمن موش مخصوص يبقى الحج الإيه الحج الكبير. ومعقول جدا أن يسمي الحج اللي في أشهر معلومات وفي عرفة يسميه الحج الأكبر، معقول ليه؟ أم قال لك لأن زمن العمرة زمن شائع في كل السنة، فالقاصدون للبيت يتوزعون على العام كله، ولكن ده نظرا لانه عرفه يبقى لازم كله حي ايه يبقى الحشد اكبر ولا لا؟ يبقى المساله امر طبيعي، الامر ايه طبيعي. الامر طبيعي. واتموا الحج والعمره لله، يبقى الحج هنا هو ايه الحج الاكبر، الحج الاكبر، والعمره يبقى الحج هو الكبير. ويبقى التشريع ثبت بقوله سبحانه ولله على الناس حج الايه، وما دام جاء بالامر المشترك في قوله حج البيت يبقى يريد مين الاثنين، الحج الاكبر والحج الايه كبير. والحج الكبير.